عليكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم مصر أحلى. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة 30 يونيو، يعني الثورة الغالية، ويتزامن معها أن النهاردة يبدأ أعظم أيام الدنيا، أعظم الأيام. ربنا سبحانه وتعالى من كرمه ومنه علينا دايما يمن ويتفضل ويحن علينا ويهدينا ويتفضل بالكرامات، فيمن علينا بنفحات، نفحات كده في أيام سبحان الله، ويفضل أيام عن أيام وشهر عن شهر وشهور عن شهور. فبالتالي بنستفيد من ده إزاي؟ أما جيك هدية من رب العالمين تستفيد منها إزاي وتستغلها إزاي؟ في سؤال كان بادرني وأنا جاية في الطريق، هو يعني كنت بقول يا لو ربنا كان يكرمنا بالحج. الواحد لازم يسعى من دلوقتي ويكون نيته إن هو إن شاء الله يجتهد، إن هو طبعا أنتوا عارفين مش كل واحد يعني يقدر يطلع الحج لأسباب كتيرة، مش بس الأسباب المادية، ولكن في ناس كتيرة بقى عندها ظروف كتيرة قوي تمنعها. وربنا سبحانه وتعالى، لسه كنت بتكلم مع دكتور عصام، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدينا التأشيرة وقت ما تأتي التأشيرة، مش من السفارة، التأشيرة بتيجي من عند المولى عز وجل. طب إن لم أكن يعني ملبيا في أيام الحج، إن لم أكن في زحام الحجاج، إن لم أكن في وسط يعني هذا الزخم الرائع، ازاي اقدر يعني اعوض نفسي بقدر من المستطاع ان انا اكون في زمرة الحجاج وحتى وان لم اكن ملبيا؟ ازاي استثمر هذه الايام الفضيلة المباركة؟ ازاي من ساعة ما بدأت ليلة، طبعا الليلة بدأت امبارح بالليل، ليلة الخميس كانت هي دي اول الايام، اول الليالي، اول ليلة في اليوم بتاع النهاردة، فبدأت خلاص من امبارح. استمر بقى ازاي اخد يعني اكبر قدر من هذه النفحات العظيمة ازاي؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي من ضيف اللي بيشرفني كل خميس، دكتور عصام الروبي من علماء الازهر الشريف، وحديثنا وحديث القرآن النهاردة عن اعظم ايام الدنيا. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك بقى الف خير وصحة وسلامة وسعادة، اهلا وسهلا استاذ وفاء. كل سنة وحضرتك طبعا بمناسبة 30 يونيو طبعا، وفي نفس الوقت ان احنا سبحان الله قلت التزامن الجميل الرائع ده، ان تأتي بنا هذه النفحات من عند المولى عز وجل زي ما كنت بقول. طيب في بداية بس لو يعني تعرج لنا في عجالة كده، إن لم أكن يعني حاج ويعني والحج لمن استطاع عليه سبيلا، ده من رحمة ربنا بينا إن هو ما قالكش الحج فرض لازم بقى تروح، لا ده من رحمته وكرمه علينا إن هو لمن استطاع، اللي قادر يستطيع، ظروف صحية ماديا أيما كانت الظروف. إن لم أكن ما بين يعني هذا اللفيف الرائع الحجاج، إزاي يعني ممكن أعظم وفي نفس الوقت أعظم بقى أستثمر هذه الهدية الرائعة، أستغلها بقدر استطاعتي فيها من أول النهاردة لحد إن شاء الله بقى يعني يوم العيد؟ كل سنة وحضرتك بإذن الله حضرتك بألف خير وصحة وسلامة وسعادة بإذن الله بالشعب المصري وكله بخير بمناسبة هذه الثورة المجيدة 30 من يونيو. وفي النهاية يعني نقول كل بقدر الله سبحانه وتعالى سيكون، ومن رحمة الله يعني أن جعل حسن المصادفة يعني هذا مع ذاك، مع هذه الأيام المعلومات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. نقول يعني أهلا ومرحبا 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 بهذه الأيام المعلومات، بأيام عشر ذي الحجة، هذه الأيام التي أقسم الله تعالى بها في القرآن الكريم. والعظيم جل جلاله إذا أقسم فلا يقسم إلا بعظيم، ولذلك أي مقسم به في القرآن الكريم عظيم. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، قوله تعالى وليال عشر، قال المفسرون وقال العلماء إنها عشر ذي الحجة، هذه الأيام التي نعيشها الآن أقسم الله تعالى بها. وهنالك حديث في الترغيب والترهيب عند المنذري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال ولا مثلهن في سبيل الله. فإذا معنى ذلك أن هذه الأيام أيام طيبات، أيام عظيمات، أيام فيها ما فيها من النفحات. ولذلك نعد كده مع بعض أستاذ وفاء ما يلي. أولا النبي عليه السلام يقول ما من أيام العمل الصالح أفضل أو أحب إلى الله تعالى فيها من هذه العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل
خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نعم. يبقى إذن ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيها من هذه العشرة؟ هذه حتى العشرة. أفضل من عشر مثلا رمضان؟ لا طبعا. هنالك أفضلية هنا ما بين بالليل والنهار. بمعنى إيه؟ العشر الأواخر من رمضان هي أفضل من ناحية الليل. نعم. لأن في إحدى لياليها ليلة القدر. نعم. بينما العشر الأوائل من شهر ذي الحجة التي نعيشها الآن هي أفضل في النهار. لأن فيها يوم عرفة. ويوم عرفة يكون بالنهار. يوم عظيم. طبعا بالنهار. يبقى إذا نحن الآن عندنا أفضلية بالليل والنهار. عشر ذي الحجة هي أفضل نهارا. طب وعشر الأيام الأواخر من رمضان أفضل ليلا، لأن ليلة القدر تكون في إحدى لياليها. طب هي العشر عشان ممكن يختلط على يعني يحصل لبس للناس، مش هي إحنا مفروض بدأنا من النهاردة يبقى مثلا لحد يوم 9 اللي هو يوم الوقفة. تمام. اللي هو يوم عرفة. جميل. طب يبقوا 9 ويوم النحر. يوم النحر يضاف إليها. ليه يضاف إليها أستاذة؟ يبقوا 10. ليه حضرتك؟ لأن القرآن الكريم قال إيه؟ قال والفجر وليال عشر والشافعي والوتر. جميل. وهو الشافع وما هو الوتر؟ الوتر هو يوم عرفة يوم واحد. طب والشفع؟ هو يوم العيد يوم النحر. طب ليه شفع؟ لأن الشفع يكون 2 أو 4 أو 6. احنا عندنا يوم العيد وثلاثة أيام بعده تسمى بأيام التشريق الثلاثة. صحيح. يبقى 3 و1 كام؟ 4. يبقى كام؟ شفع. شفع. هذا هو معنى قول الله تعالى والشفع والوتر. أيضا هذه الأيام تسمى بالأيام المعلومات. وهنالك فرق بين الأيام المعلومات والأيام المعدودات. الأيام المعدودات هي التي قال عنها ربنا واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والأيام المعدودات تبدأ من بعد يوم العيد. وهي أيام التشريق الثلاثة تسمى بالأيام المعدودات، وهي التي نقوم فيها برمي الجمار الثلاثة. جميل. دي اسمها الأيام الإيه؟ المعدودات. طب والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة. نعم. من أول يوم إلى يوم عرفة إلى يوم النحر كل هذا يسمى بالأيام المعدودات. قيل إنها عشر ذي الحجة وقيل عشر ذي الحجة ومعها 11 و12 و13، يعني أيام التشريق الثلاثة أيضا من ضمن الأيام المعلومات. يضاف إلى ذلك عشر ذي الحجة فيها يوم عظيم، فيها يوم عرفة. نعم. وما أدراك ما يوم عرفة. يوم عرفة. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على هذه الأيام أن نحمد الله عز وجل فيها وأن نعظمه وأن نكبره وأن نسبحه وأن نذكره وأن نثني عليه الخير كله وأن نكثر من الصلاة والتسليم على النبي عليه السلام وأن نقبل على الله عز وجل بكل أنواع الخير، ما بين صلاة وما بين قيام وما بين صيام وما بين صدقة وما بين زكاة وما بين فعل خير وصلة أرحام وبر وإحسان إلى الجيران وإحسان إلى الناس ومودة ورحمة وإصلاح ذات البين. كل هذه الأعمال الطيبة واجب علينا أن نفعلها في هذه الأيام لما فيها من عظم الثواب عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن المؤمن إن لم يغتنم هذه الأيام من خلال بركتها فبالتالي فوت على نفسه فرصا عظيمة وفوت على نفسه ثوابا كبيرا. فالآية القرآنية واضحة والفجر وليال عشر. يكفي في هذه الليالي أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية وكان بها ختام القرآن الكريم نزلت أين؟ نزلت في عشر ذي الحجة، تحديدا في يوم عرفة. اليوم أكملت لكم دينكم يعني دين الإسلام، وأتممت عليكم نعمتي أي نعمة الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا أي دين الإسلام. فانظري إلى دين كامل وإلى دين متمم وإلى دين مرتضى من الله تعالى لعباده، وبالتالي الخير كله لهذه الأمة التي هي أمة مرحومة والتي هي أمة معصومة والتي شهد الله تعالى لها بخيريتها لعظم ما يتفضل الله تعالى بها
تفضلا ويتمنى عليها تمننا ويتحنن عليها تحننا في مثل هذه الأيام الطيبات المباركات التي ينبغي أن نعبد الله تعالى فيها تعبدا ورقا. الله يفتح عليك. طب في عندي سؤال برضو، إيه يعني ذكرت الآية وليال عشر؟ نعم. هل تحديدا يعني العظمة في الليل، في الليلة مش اليوم كامل، أو مثلا زي ما حضرتك قلت تفضلت مشكورا، قلت الفرق ما بين الأيام بتاعت رمضان جميل. هنا الأيام النهار وهنا الليل، طب ما هو فذكر لفظة ليالي مذكور بها. هقول لحضرتك ليه. لأن الأصل في النهار ليله. الأصل في النهار ليله. عندنا بيت معين فيقول لك ده بيت عيلة فلان او بيت فلان، بيت فلان ده داخل فيه فلان وزوجته اولاده الكبير والصغير وممكن عيال فلان، وممكن داخل فيه بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالالف رجل. بيت فلان يعني عيلة فلان. ذكروا، هل ذكروا الاسماء كلها ولا ذكروا الاصل؟ الاصل. الاصل. كذلك في القرآن الكريم بيقول وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. ربنا سبحانه وتعالى حينما تحدث في القرآن يتحدث دوما عن الأصل. الأصل في النهار ليله. ولذلك قال ربنا وليال عشر. أيضا لما ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن هذا العذاب الذي حل على عاد قال إيه؟ قال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. قدم الليالي على الإيه؟ على الأيام، يعني على النهار. ليه؟ لأن الليل هو الأصل. فقوله تعالى والفجر وليال عشر ليس معنى ليالي عشر ذي الحجة، وإنما الليالي وتشمل معها النهار. لكننا حينما قمنا بالمفاضلة قمنا بين الأفضلية، لأن القرآن الكريم أيهما أفضل؟ واحد يسألني يا مولانا أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان ولا العشر الأوائل من شهر ذي الحجة؟ أقول له ليس هنالك أفضلية بينهما، لأن العشر الأواخر من رمضان فيهم أفضل ليلة وهي ليلة القدر. ليلة مباركة. طب والعشر الأيام الأوائل من شهر ذي الحجة فيها نهار من أفضل نهار الدنيا وهو نهار يوم عرفة. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى جعل الخير هنا نهارا وجعل الخير هنالك ليلا. جعل لنا يعني ربنا سبحانه وتعالى بكرمه علينا بيضع لنا هذه النفحات في إذا كانت هنا ولا هنا، فيضع نفحات جميل. وكرم. زي ما سعادتك قلت كده أيها الناس إن لربكم في أيام دهركم لنفحات. هي نفحات. ألا فتعرضوا لها. طبعا. فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة منها فلا يشقى بعدها أبدا. يا رب. يعني محطات ربنا سبحانه وتعالى يضعها أمامنا بالليل وبالنهار في أشهر مختلفة، في أماكن مختلفة، في أزمنة مختلفة، لأن الله تعالى أراد بنا خيرا. فلعل الله أراد أن يكفر عنا السيئات. ولعله أراد من خلال هذه النفحات أن يضمن عنا التبعات. ولعله أراد من خلال هذه النفحات أن يغفر لنا الخطيئات. ولعله أراد أن يرفعنا بها أعلى الدرجات، سواء كانت زمانا أو مكانا. العبرة هنا باغتنام الزمان والمكان. ولذلك أقول لسعادتك على حاجة مهمة غاية في الأهمية. هنالك بركة في الزمان وبركة في المكان. صحيح. وبركة في الأشخاص، يعني في الذوات. وبركة في الأحوال. يعني إيه الكلام ده؟ يعني من الممكن أن نرى مكانا مباركا. حاجة اسمها البركة المكانية لهذا المكان. طب زي إيه؟ كبيت الله الحرام. طبعا. اقرأ القرآن. طبعا. ومن دخله كان إيه؟ آمنا. آمنا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. زي إيه تاني؟ زي المسجد الأقصى. وزي إيه تاني؟ وزي مصر. زي جبل الطور الموجود في مصر. وزي البقعة المباركة الموجودة في مصر. وزي عيون موسى الاثنى عشر الموجودة في مصر. وزي إيه تاني؟ وزي طور سيناء اللي ربنا سبحانه وتعالى أقسم بها في القرآن الكريم. مش ده كله؟ وزي إيه تاني؟ وزي الربوة، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وزي شجرة العليقة الموجودة هنا في مصر. ما شاء الله. عندنا أماكن كثيرة مباركة. عندنا أكثر بلدة موجودة في الدنيا فيها أماكن مقدسة بعد مكة المكرمة هي مصر، ودي حقيقة ما شاء الله. وبالتالي دي اسمها بركة المكان، مكان مبارك. وفي عندنا حاجة اسمها بركة الإيه؟ الزمان. الزمان. زي الزمان الأيام المبارك. بقى اللي احنا فيها زي ليلة النصف من شعبان. زمانها مبارك، يفوقها أكثر في البركة ليلة القدر. والنهار المبارك طبعا عرفة. عرفة
تماما، والأيام المباركة أيام العشر، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن في بركة في الزمان، في بركة في المكان، في بركة في الذوات، يعني في الناس. لعلنا نرى مثلا من الناس إنسانا، الناس يعني ربما يعني ليس له قيمة بين الناس، ولكنه لو أقسم على الله لأبره. سبحانه في قلبه سر بينه وبين الله ود. ليه؟ لأنه من عباد الله الأولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. فالمسلم، ولذلك القرآن إيه؟ هنالك دعا زكريا ربه. سيدنا زكريا كان ذكيا فطنا، اغتنم بركة المكان، فلم يبرح المكان الذي فيه السيدة مريم عليه السلام حتى توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء هنالك. يعني لم يترك هذا المكان، لأن هذا المكان الذي كانت تسجد فيه السيدة مريم كان مكانا مباركا، ثم إن ربنا سبحانه وتعالى صفاها وطهرها من خلال هذا المكان، فاغتنم بركة المكان. ولذلك قال ربنا هنالك دعا زكريا ربه قال ربي، فما توجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء إلا لبركة المكان الذي فيه، وكذلك بركة الزمان. ربنا يبارك فيك يا رب ويفتح عليك. أنا عندي طبعا كذا سؤال، هنطلع فاصل، بعد الفاصل هاخد بس كام سؤال عن لو أنا مثلا، في ناس طبيعة العامة بتفضل الصيام، أول ما بيجي الليالي العشر أو الأيام العشر بنصوم لحد يوم عرفة. طب ممكن ناس بتبقى مريضة ما بتقدرش تصوم، ممكن ناس تبقى مثلا بتشتغل في أماكن شاقة، هل مثلا يعني أبواب الخير أو أن أنا يعني أتقرب إلى ربنا في هذه الأيام المباركة، وزي ما قلت حضرتك تفضلت بشكورا، بتعرض لهذه النفحات إزاي، أوصل أن أنا أقدر يعني أغتنم أكبر وقت إزاي، لو في ناس قادرة تصوم قادرة، مش قادر يصوم يعمل إيه، وإن كان معظم الناس كده كده ربنا بيكرمها بتصوم في ليل يوم عرفة، وفي بعض السيدات لم تستطع لظروف طبعا خاصة، فإيه اللي ممكن يتعامل حتى لو هي مش قادرة تصوم. هنطلع فاصل وبعد الفاصل ناخد كل أسئلة حضراتكم. أنا طبعا قبل ما نتكلم عن الأسئلة اللي ناخدها علشان يعني هذا الأيام وهذه الأيام مباركة، كنت وعداكم، نسيت أقول لكم في بداية الحلقة، كنت وعداكم إن إحنا إن شاء الله يعني الفترة الجاية دي هناخد أسئلة عن الأحوال الاجتماعية وبين العلاقة بين الزوج والزوجة، وإزاي إن يكون ده كله إحنا هاخده زي من حديث القرآن، ولكن طبعا النهاردة يوم خاص، وإن شاء الله برضو الحلقة الجاية، فإن شاء الله بعد العيد هنستأنف حديثنا اللي إحنا بدأناه إن شاء الله. تعالوا نطلع فاصل نرجع تاني. رجعنا لكم تاني، وكان سؤالي قبل الفاصل كنا بنتكلم عن ممكن جدا تكون من أهم مثلا أبجديات الثقافة العامة عندنا هنا كمصريين، وكتير طبعا ممكن من المسلمين، إن هو مع بداية الأيام العشر إن إحنا بنصوم التسع أيام، كانوا برضو من التقرب ومن الطاعات وطبعا والصلاة، ولكن هي خلاص بديهياتنا ان احنا نصوم، ولكن في البعض ما بيقدرش يصوم، في البعض بيبقى عنده مشاكل صحية، عنده شغل شاق، عنده ظروف معينة ما بيقدرش يصوم. بيصوم ممكن ليلة عرفة الجميع طبعا، كل المسلمين يعني، ربنا يا رب يتقبل منا جميعا. وفي بعض السيدات بيجي عليها يوم عرفة ما بتقدرش تصوم، ايه الحاجات اللي ممكن الناس تعوضها؟ يعني مش بس اكيد الصيام هو حاجة جميلة جدا جدا ويا رب يعني يرزقنا دايما ويدخلنا الجنة من باب الصيام، ولكن ايه الحاجات التانية اللي الناس ممكن تقدر تعملها لو هي مش قادرة تصوم؟ لا شوفي يا استاذة وفاء، انا عايز اقول لحضرتك على حاجة مهمة جدا. في بعض الناس بيختزل العبادة في جانب معين ويقول هذا افضل. ليس هنالك افضلية في العبادات، بمعنى ممكن الصوم يكون افضل بالنسبة لي، اما بالنسبة لك لا، ليس افضل. ممكن أنا إنسان محبب إلي فعل الصدقات، أفعل الصدقة ونفسي بسم الله ما شاء الله تحب هذا كثيرا، غيري ممكن الصدقات تكون ثقيلة علي إلى حد ما. في بعض الناس ينشط في قيام الليل بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والبعض الآخر يتكاسل لكنه ينشط في الصيام. فالمسلم أو المؤمن بصفة عامة يعني يجب أن يكون شموليا، أنا أحافظ على الصلوات وأحافظ على قيام الليل،
وأيضا أكثر من الصيام قدر المستطاع، ووقتي أعمره بالذكر والدعاء والاستغفار وبكل أنواع الطاعات المختلفة. هذا هو الأساس. لكن في بعض الناس ليس في قدرته أن يصوم، ما ينفعش أقول له بقى لابد أن تصوم، ده خطأ. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لعله ليس له رغبة في الصيام، أعني هنا الصيام التطوع، أما الفرد عليه أن يصومه. أقول له انظر، يعني أي شيء محبب إلى نفسك افعل. والله لو ربنا سبحانه وتعالى حبب إليك كثرة الركوع والسجود وقيام الليل والمحافظة على السنة القبلية والبعدية، توكل على بركة الله. بعض الناس بسم الله ما شاء الله ربنا جعل لسانه طلقا بالقرآن الكريم، من الممكن أن يختم كل أسبوع القرآن مرة ومرتين. قل له اتوكل على بركة الله. يقول لك لكن أنا في الصيام لا أستطيع. طب أيهما أفضل؟ السؤال هنا، هل الأفضل تلاوة القرآن ولا الصيام ولا القيام ولا الأعمال الخيرية ولا السعي لقضاء حوائج الناس؟ الجواب ليس هنالك أفضلية في هذه الأعمال. ليه؟ لأن كل إنسان ميسر لما خلق له. اللي بسم الله ما شاء الله إلا ربنا يعني زاده خيرا وبرا وأراد أن يقرأ القرآن ويسر، اقرأ القرآن. ربنا وفقك للصيام صم، إلى الصلاة صل. بالتالي يعني ويحبذ لو أن الإنسان أخذ من كل جانب يعني قدر ما يستطيع ويدخل الجنة من أي كل هذه الأبواب. النبي عليه السلام لما سأل الصديق وقال للصحابة وكان فيهم سيدنا أبو بكر الصديق، من منكم اليوم عاد مريضا، يعني زار مريضا؟ فقال الصديق أنا يا رسول الله. فقال الرسول من منكم اليوم تبع جنازة؟ فقال الصديق أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من منكم اليوم أصبح صائما؟ فقال الصديق أنا يا رسول الله. إذن الصديق رضي الله عنه كان يحرص على كل هذه الأبواب. أيوة يتسابق بالضبط. وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمعنا في مرين إلا دخل الجنة. نعم. وفي حديث آخر رواية قالوا يا رسول الله وهل يدعى أحد من كل هذه الأبواب يوم القيامة ليدخل الجنة، يعني من هذا الباب ومن هذا الباب ومن هذا الباب ومن تلك الأبواب كلها؟ قال نعم. فبالتالي ما يسر الله تعالى وأفاض به عليك ووفقك إليه فتوكل على بركة الله. صحيح. ربنا يا رب يبارك فيك. معنا مين؟ يوسف. مريم تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسألك يا شيخة رهان. تفضلي. أنا صايمة الأيام دي. نعم. بس أنا صيام الأيام دي بنية إن ربنا يتقبل دعائي، هل يجوز إن النية دي تبقى موجودة فيا؟ حاضر، ربنا يفتح عليك ويتقبل منك. ماشي، ناخد حد تاني دلوقتي. خديجة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا، مشكوركم والله على الإفادة اللي انتوا بتفيدونا بيها يعني. ربنا يبارك فيك. ربنا يجعل في ميزان حسناتكم. اللهم امين. اللهم امين. كل سنة وانتم طيبين. انت طيبة وبخير، اتفضلي. ان شاء الله. اولا كان عندي سؤالين. السؤال الاول بمناسبة الصيام 10 ايام دول، ينفع ان انا اصومهم بنية بنيتين، بنية الأيام اللي هي بتاعت رمضان اللي أنا قضاء رمضان قضاء اللي هي الفرض وبنية اللي هم 10 ذو الحجة؟ تمام. بقى أول سؤال. تاني سؤال، هل ينفع إن أنا أحج بالنية بما إن الحج مكلف جدا جدا جدا؟ فأختي دفعت أدنت على إنها تحج، وبعدين لما جالها إن هي تحج يعني ما عرفتش تدفع لانها لقيت الفلوس اللي معاها ما تكملش. فالعباده دي بقى او الفرض ده ما ينفعش ان احنا نعمله بالنيه، ان احنا نيتنا ان احنا عايزين نحج. فهمتك. طيب. هو طبعا بس دكتور رسام هيرد عليك. طيب. اشكرك جدا، اشكرك. طب ناخد هيثم المره، بس افتكر انت ويوسف الاسئله، انا كده هبتدي انسى. اتفضل يا هيثم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتكم طيبين. وانت طيب وبخير. كل سنه وفضلت الشيخ عصام الروبي طيب. وحضرتك طيب. بخير وصحه وسلامه، اهلا وسهلا. السؤال بتاعي، انا قبل العشر الاواخر ما كنتش يعني منتظم قوي في الصلاه، ولكن انا بفضل الله نويت الصيام والانتظام في الصلاه من بدايه العشر الاواخر. فانا دلوقتي الاوائل بقى مش الاواخر، ربنا سبحانه وتعالى هيتقبل ان شاء الله عشر ذي الحجه. ايوه اتفضل. الصيام والصلاه ولا مش هيتقبل؟ وايه الدليل ان ربنا سبحانه وتعالى تقبل الصلاة والصيام؟ تمام. معلش، انت بتقول ان انت بدأت سؤالك بقى ان هو ربنا هيتقبل ولا لا، تقصد كده؟ ده اللي نقصد. طيب، ربنا يتقبل منك بإذن الله طبعا، طبعا ما حريص ان شاء الله يتقبل. عودا على ذي بدء.
هي كده بالتراجع. طب معلش ايه الاول كلهم سهلين في الاول. هي الاولانيه بتقول ان هي صايمه بنيه ان ربنا يتقبل دعائها، هل ده مقبول يعني ان هي مقبول. ولا ان هي مثلا مش عشان صايمه عشان دول العشر ذي الحجه، لا هي عايزه ربنا يتقبل دعائها بنيه انها بتعمل تقرب عشان كده. نيه طيبه وفكره ممتازه جدا. والله والله حاجه والله ان انا مثلا يعني فقدموا بين يدي نجواكم صدقه. نعم. فهي تريد ان يكون دعاؤها مستجابا. فهي تحرص ان تفعل عملا يرضي الله سبحانه وتعالى ليرضى عنها ربها لكي يستجيب منها دعائها. ما شاء الله. فكره ممتازه جدا. والله شوف المشاهدين يعني ممكن يطلع من حد افكار طبعًا. ناس بسيطه ولكن ربنا يفتح عليهم فتوح كده معينه، ودي يعني برضو سبحان الله بيبقى فتح من ربنا عشان يتقبل منها. وده موجود يعني. وده موجود فعلا يا استاذه وفاء، انه من اداب الدعاء من اداب الدعاء، مش من باب للطاء كده زي ما بيقولوا تعالى عاوزينك تدعي ادعي، لا ده غلط طبعا. من اداب الدعاء اولا ان يثني الداعي على الله تعالى بما هو اهله. نعم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب لك الحمد ولك الشكر، وان يصلي وان يسلم على النبي عليه الصلاه والسلام، وان يكون موقنا بالاجابه. نعم. والا يتعجل في الطلب. نعم. وان يدعو دعاء كريما طيبا. نعم. تماما، ويامل في الله تعالى خيرا. وأن يكون مكسبه ومطعمه وملبسه ومشربه من حلال. ويحبذ لو أنه رفع بصره إلى السماء كأنه ينادي ربه ويناجيه. هذا كله من أداب الدعاء. ويزاد عليه مثلا لو أن إنسانا صلى ركعتين قبل الدعاء بنية القرب إلى الله، أو تصدق بصدقة قبل الدعاء، وقال يا أو صام يوما في سبيل الله، أو أي قبل عمل الدعاء. صالح يعمله يدعي بعديه. جائز طبعا، طبعاً إن شاء بعد الله. الصلاة يدعي بعد ربنا يبارك فيه. نعم. طيب سؤال خديجة، إن هي تقدر تصوم أيام القضاء، يعني تاخد النيتين في نية في نية الصيام من الأيام دي؟ ما ينفعش، لأن القضاء هذا فرض واجب عليها أن تقضيه. ثم لا يجوز الجمع بين الفرض والنفل، بين النافلتين جائز. النافلة والنافلة ممكن، ما عنديش إشكالية خالص. طيب يعني ممكن مثلا أصوم يوم من الأيام الست البيض أو ست من شوال في يوم الاثنين والخميس، أجمع بين صيام الثنة الاثنين والخميس وأيضا يوم من شوال، جائز ما عنديش إشكالية مطلقا. لكن أجمع ما بين الفرض أو القضاء الواجب علي وما بين السنة لا، مينفعش. يعني هو يعني الواحد يفضل أنه هو يكون كريم مع الكريم، يعني ان انا اصوم دلوقتي ان استطعت. هذا حق واجب عليها ان تؤديه. نعم. فهي عايزه تصوم بقى ايام تانية في وقت تاني ربنا يفتح عليها ان شاء الله. اما موضوع الحج بقى، هي بتقول تحج بالنية. ما فيش حاجه اسمه حج بالنية كالاتي. استاذن حضرتك في نقطه، انا مثلا ذهبت الى شركه ما ودفعت النقود وانا قلبي ومشاعري واحاسيسي فعلا اريد ان احج، ودفعت النقود وتهيأت وتعبأت وتجهزت لأداء المناسك، وفجأة لم تصل إلي التأشيرة. أنا عندي يقين 100% وعزيمة 100% أنني راغب في الحج، لعل الله تعالى أن يكتب لي الأجر. الله. طب لو التأشيرة جاتني وأنا مش هكمل فلوس، أو عندي تقاعس، أو بقول جات أو ما جاتش، أو بركة يا جامع كما نقول، آسف لا تكتب. نعم. ليه؟ لأن النية لم تكن موجودة والعزيمة لم تكن صادقة. هي ممكن تكون بتقصد أن هي مثلا زي ما حضرتك قلت كده أن هي راحت وساعت وعملت، ولكن ما لم تستطع معها المبلغ ما اكتملش، فربنا علشان نيتها قد صادقة فيكتب لها الأجر. لعل الله، لعل الله يعني لو صدقت النية لعل الله تعالى أن يكتبها. نعم. لكن أنا أجلس في البيت وأقول لا والله مش هنحج، والحج بالنيات ما ينفعش. لو قلنا الحج بالنيات يبقى الصلاه بالنيات. نعم. وده ما ينفعش، انما الاعمال بالنيات. يبقى نقعد بقى كده من غير لا ناكل ولا نشرب ولا ننام، ونقول كده انما النوم بالنيات ولا ننام، وانما العمل بالنيات ولا نعمل، انما الطعام بالنيات ولا ناكل ولا نشرب، ما ينفعش. النيه ينبغي ان تكون مع العمل، والعمل لابد ان يكون بالنيه. تمام. هيثم كان بيسال ان هو نوى ان هو يصوم ويعني يتقرب الى الله بالطاعات، هل يتقبل الله منه وإيه الدليل؟ رحمة الله تعالى به أوسع. والدليل على ذلك هو سيجد انشراحا صدريا وقبولا نفسيا فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وستكون أموره ميسرة، وبينه وبين الله أمل ورقة قلبية سيجدها فعلا. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. نعم. دي مسألة سيجدها. لكن هو الآن يصلي ويصوم ويعمل أعمالا صالحة وتاب إلى الله،
تاب الله عليه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. لكن يعني أتمنى ألا ينتكس، يعني يستمر في التوبة. عرف فعليه إذن أن يلتزم بما عاهد عليه ربه سبحانه وتعالى. طيب أنا معايا سؤال تليفون أخير وما جاوبناش على البنات أو السيدات اللي هي ما تقدرش تصوم ده يوم في السنة. تمام. ممكن تعوضه إزاي؟ لأنها برضو زي ما بنقول بيبقى زعلانة قوي إنها ما قدرش تصوم اليوم ده، ولكن بيبقى دون إرادتها. هناخد بس فاطمة وبعدين نجاوب على الاثنين بسرعة. فاطمة اتفضلي. ألو. أيوة اتفضلي بسرعة. أنا كان عندي سؤالين. أول كنت عايزة أعرف فضل الدعاء يوم عرفة، فضل الصوم والدعاء يوم عرفة. وثاني سؤال كنت عايزة لو في حد بيعاير حاجة معينة ينفع أدعي عليه إن ربنا يبتليه بنفس الابتلاء اللي ربنا ابتلاهولي يعني بيعايرني دي، ينفع أدعي عليه كده ولا يبقى حرام؟ أو حسبي الله ونعم الوكيل بس. تدعي عليه في أي وقت يعني تقصد تدعي عليه في يوم عرفة؟ أدعي عليه في يوم عرفة إن ربنا يبتليه نفس الابتلاء عشان يبطل يعايرني بنفس. ده يوم عرفة بقى، ده يوم الدعاء الحلو. ربنا يبارك فيه. مثلا الشخص ده بيبقى قاصد إن هو يقول لي نفس الحاجة في كل اجتماع أو في كل مقابلة أو في كل لمة. بيجرحك يعني دايما بيجرحك بكلمات، فأنت عايز تدعي عليه بإن هو يبتليه بنفس الابتلاء. حاجة معينة. قولي حسبنا الله ونعم الوكيل، هيرد عليك طبعا فضيلة الدكتور مش أنا اللي هرد. أشكرك جدا. طيب نجاوب سريعا. بالنسبة للسيدات والبنات اللي مش تقدر تصوم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، طالما أنها ليست قادرة وليس في إمكانها الصيام تعمل أي عمل من أعمال البر وأعمال الخير. نعم. يعني ليس واجبا عليها أن تصوم، لأني الصيام هنا سنة. من فعلها أثيب. ثم النبي عليه السلام لم يصم متتابعا لهذه الأيام التسعة. ايوه الله يفتح عليك، كنت اسالك السؤال ده ونسيته. في ناس ممكن تبقى تقول لك طب اصوم من الايام على قدر ما استطيع. ما يستطيع. مش لازم مش لازم التسعه. لا التسعه لم يرد بها نص. طب لو انه صامها هل بدعه؟ ليس بدعه، لان في بعض المتشددين والمغالين يقول لك لا صيام التسع الايام بدعه. يا اخي ليس بدعه، ليس هنالك نص يحرمها، هي طاعه. ثم نقول هي سنة، يعني من صامها أو صام منها يوما أو بضعة أيام كله جائز إن شاء الله. ليس في إمكاني أن أصوم، أعمل أي عمل من أعمال الخير كله ميسور بإذن الله تعالى. نعم. طيب هي بتسأل يعني خلينا نجاوب عشان لا أنا الجزء الأهم إن هي تدعي يوم عرفة على حد بيعيرها. لا ما تدعيش، لا طبعا. القرآن بيقول من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. نعم. والعلماء فسروا الشفاعة هنا بالدعاء. فينبغي على الإنسان ألا يدعو على أحد بما أصابه، وإنما يصبر ويحتسب. يعني مثلا تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، تفوض الأمر لله. أما أدعو على الناس ثم أتخير يوما عظيما كيوم عرفة هو ده الصعب لكي ندعو على الناس. لا يعني صعب. ده كلام غير طيب صحيح. طيب نختم بقى بفضل يوم عرفة، ويعني وازاي ان احنا يعني برضو ان احنا اليوم ده نقدر نام فيه. يعني هذا اليوم من افضل ايام الله سبحانه وتعالى. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة. وهذا اليوم هو يوم العزة والكرامة والمغفرة والرضا والرضوان، يوم يتحنن الله سبحانه وتعالى فيه على عباده تحننا، وهو يوم طيب. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس في هذا اليوم: أيها الناس، إن الله قد غفر لأهل عرفات وغفر لأهل المشعر الحرام. وأيضا يكفي أن الله سبحانه وتعالى يباهي بحجاج بيت الله الحرام، يباهي به ملائكته في السماء. اعتقد ان احنا عشان نتكلم برضو عن يوم عرفه بالكامل، لان وقتنا يا دكتور خلاص للاسف، محتاجين ان شاء الله بقى الحلقه الجايه باذن الله هيبقى صابح يوم عرفه باذن الله. ربنا يتقبل منا جميعا يا رب، وكل سنه وحضرتك طيب. حب الف خير. بشكر دكتور عصام الروبي من علماء الازهر الشريف، ونطلع فاصل نرجع تاني. تاني وبداية الحلقة عمالين نتكلم عن احنا في الايام العظيمة دي يعني بنبحث وبنغتنم وبنسعى وبنستغل اي عمل صالح ممكن نتقرب الى المولى عز وجل به بهذه الايام الكريمة. من الاعمال الصالحة طبعا زي ما قلنا الصيام والقيام وكل الاعمال المباركة، ولكن ايضا باب مهم جدا من ابواب الخير وابواب
الأعمال الصالحة باب الصدقات، إزاي ممكن أتقرب إلى الله بعمل صدق؟ من ده اللي قلناه برضو من شوية مع دكتور عصام روبي، إزاي ممكن أتقرب إلى المولى عز وجل بباب من أهم الأبواب اللي هي باب الصدقات، صدقة. حتى زي ما قلنا بعد ما بنعمل الصدقة إن إحنا ممكن نتقرب للمولى عز وجل بإن إحنا ندعي وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا وقتها الدعاء. أنا برحب دلوقتي بالأستاذ عبد العزيز رضا المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة، أهلا بحضرتك. أهلاً وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك وسائر المشاهدين طيبين. وزي ما نقول في هذه الأيام المباركة بنحاول نتقرب إلى الله بأي عمل من الأعمال الصالحة، ومن الأعمال الصالحة إن يكون لنا باب في هذه الأبواب من أبواب الصدقة. طيب أنتوا عندكم يمكن أهم ما من الأعمال المبادرات الخير اللي أنتوا بتعملوها وقف النخيل. وقف النخيل من الـ الأبواب، أو زي ما قلنا لو أنتوا بتعملوا أكتر من حاجة هنتعرف برضو عليها دلوقتي، إن تقريبا من أهم التركيزات أو الاستعدادات اللي أنتوا بتعملوها إن أنتوا في اهتمام كبير بموضوع وقف النخيل. لو إحنا في مثلا أي حد بيشوفنا دلوقتي أول مرة يسمع نبض الحياة وإيه هو وقف النخيل، حضرتك تعرفها له إزاي؟ طيب الأول كل سنة وحضرتك وسادة المشاهدين طيبين وبخير. بمناسبة الأيام المباركة، وقف النخيل مشروع من المشاريع الاستثمارية الخيرية الضخمة واللي تميزت بيه مؤسسة نبض الحياة في الوقت الحالي. ابتدت مؤسسة نبض الحياة بتوفير قطعة أرض بالتنسيق مع محافظة الوادي الجديد عبارة عن 1000 فدان. نعم. 1000 فدان دول قسمناهم لأربع مراحل متتالية، كل مرحلة عبارة عن 250 فدان. تمام. ابتدينا من خلال المستهدف بتاعنا نخاطب السادة المتبرعين باستثمارهم الخيري علشان يكون للتبرع بتاعهم عائد تنموي خيري يصرف على كافة أوجه الخير. تمام. بمعنى ان بدل ما هو يتبرع مرة واحدة لوجه خير ايا كان هو ايه، سواء مساعدة عرايس او سداد غارمات او اي نوع من انواع المساعدات اللي بيقدمها، لانت هتساهم معانا في وقف النخيل بصك نخلة اللي هو عبارة عن 5000 جنيه، والنخلة دي بيكون المدة بتاعتها 4 سنوات لحد أو ما تبدأ أول إنتاج. تمام. بعد ما بتبدأ أول إنتاج بيكون الوفر بتاعه بيتخصص للوجه اللي هو بيخصصه في الأول. إحنا بنعمل معاه استمارة كده أو صك. الصك ده بيتكتب فيه إن هو المتبرع فلان الفلاني اتبرع بقيمة صك نخيل. صك النخيل ده عايز بعد ما يبدأ النخل إن شاء الله يطرح يوجهه أو يخصصه لأوجه الخير اللي هي عبارة عن إيه أو إيه أو إيه، فبيختار اما بيخصصوا الوجه واحد او عده. يعني هو أوجه. كمان اللي بيختار بعد ما يكون في انتاج يروح فين بالظبط، وده بيحدده وبيبقى عقد مبرم ما بيننا وما بينه. طيب فابتدينا الفكره دي في اول السنه، وبفضل ربنا سبحانه وتعالى انتهينا من زراعه 750 فدان. ما شاء الله. الفدان الواحد بيبقى فيه حوالي 60 نخله. المزرعه طبعا ضخمه جدا، وجه الخير اللي هيكون ناتج عنها هيكون كبير جدا وبيفيد كل الاسر المحتاجه والاسر المتعففه بشكل ما حصلش قبل كده ان شاء الله. ولكن احنا تعدينا المرحله دي في الوقت الحالي وبدانا في بالتنسيق مع محافظه الوادي الجديد، بدانا في تخصيص قطعه ارض جديده عباره عن 8000 فدان. ما شاء الله. بنطلق فيها مبادره جديده مختلفه تماما مع استمراريتنا في المساهمات الفرديه. نعم. يعني ده ما وقفش خالص، ولكن لما الجهات التنفيذيه وانا بنتهز الفرصه وانا مع حضرتك حابب اوجه كافه الشكر لكافه الجهات التنفيذيه لمساعدتها الدايمه والمستمره معانا في مؤسسه نبض الحياه. كويس. فلما الناس شافتنا ان احنا في وقت قصير جدا قدرنا نستصلح ونزرع ال1000 فدان، فضلنا فيهم المرحله الاخيره بس، فخصصوا لنا ال8000 فدان الجديده. ال8000 فدان عملنا فيهم بقى مبادره جديده ومختلفه تماما عن اللي فات. ايه بقى؟ ابتدينا نقول والله احنا عايزين المؤسسات والجمعيات، مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، تبدأ تمارس نفس السلوك الخيري بتاعنا. فيا جماعة احنا بنقدم لكم على طبق من ذهب فكرة الاستثمار الخيري. تعالوا عندنا في مؤسسة نبض الحياة، احنا عندنا الخبرة السابقة، عندنا التجربة السابقة. يعني عندنا يعني مؤسسات المجتمع المدني هي اللي تشارك معاك. هنبدأ نخصص، هنطلق ان شاء الله مبادرة جديدة احنا اطلقناها فعليا. يبقى في تعاون. انت مثلا عملت مشروع ونجحت فيه. بالظبط. فعندك خبرتك فيه. بالظبط. انتوا استفيدوا من الخبرة بتاعتي دي واستثمروا في الخير فيه. واستثمروا في الخير، واحنا الارض موجودة والخبرة الكافية والخبرة موجودين في كافة المجالات، لان الارض بتحتاج استصلاح. الفكرة دي حلوة ليه؟ لان انا كنت من زمان بنادي بحاجة زي كده. كنت اقول مثلا لو مثلا عندنا بنك الطعام
يعني هو متخصص في الاطعام بالزبط. مثلا انتوا عندكم متخصصين او نجحتم في مشروع وقف النخيل بالزبط. فيحصل نوع من التبادل والتكامل بالظبط، هو ده المستهدف بتاعنا. وعلى فكره ده هيثمر اكتر بالزبط. وده هينجح، لان التخصص من اهم ابجديات ومن اهم اولويات نجاح اي مشروع بالزبط. والمشروعات زي ما هي بتبقى مشروعات اقتصاديه، هي بالظبط نفس الاليات بتاعت المشروعات الخيريه بالظبط. وهو ده مضمون الفكرة، مضمون نعم. الفكرة احنا حابين حضرتك النهاردة بدل ما يكون اوجه الخير قايمة على التبرعات فقط، لا احنا الدولة دايما بتعمل لنا ابديت في القوانين، ودايما بتحدث لنا كافة الوسائل اللي تخلينا نقدر نشتغل بشكل افضل وبشكل احسن. فلما الدولة بدأت تسمح بالاستثمار الخيري اطلقنا احنا مشروع وقف النخيل للمؤسسات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام. حلو جدا. فاحنا هنبدأ ان شاء الله المبادرة بتاعتنا بعد عيد الأضحى مباشرة، وكل دي دعوة من خلال برنامج مع حضرتك اهوت ان احنا كل الجمعيات والمؤسسات الخيرية في جمهورية مصر العربية اللي حابة يبقى ليها وقف خيري، الوقف الخيري ده يعيد ثماره او ثمار انتاجه طبعا. على كافة اوجه الخير عندها، احنا جاهزين معاهم يعني مش هنبخل على اي حد باي صحيح. معلومة وبأي وسيلة متاحة إن شاء الله. ربنا يوفقكم يا رب. وهيبقى ده على فكرة يعني استثمار للاستمرار، يعني بالزبط. لما يستثمر الفكرة هيستمر. منه الاستمرارية فعلا في العمل الخير. صحيح. طيب بما أنك حضرتك بتقول أن هدف ده، وده إن شاء الله بعد العيد الأضحى، هل في بقى استعدادات لعيد الأضحى؟ بما أنا عارفة أن أنتوا برضو ليكم مشروع سق الإضحية بتشتغلوا في هذا النطاق بقالكم تقريبا فترة، طب انتوا ناويين تعملوا ايه السنه دي ان شاء الله؟ والله عيد الاضحى ده موسم طبعا بيجي في السنه مره واحده والاسر بتبقى منتظراه على كافه محافظات الجمهوريه طبعا، واحنا بنقوم بدور الوسيط ما بين الناس اللي عايزه تعمل صك اضحيه ولكن مش متوفر لديها تقدر توزعه على مين ومين المستحق اكتر ومين اللي اقدر اوصل له فوصل له الحاجه وهي اصلا ما بتوصلوش. فاحنا بنقوم بدور الوسيط ما بين الساده المتبرعين اللي حابين يساهموا معانا في صكوك الاضحيه وما بين الاسر الاشد احتياجا في كافه نجوع وقرى محافظه الجمهوريه. فخصصنا صكوك الاضاحي بتكلفه ثابته 4500 جنيه لصك الاضحيه سواء كان بقري او جاموسي. والصك ده عباره عن 30 كيلو لحوم. فتخيل حضرتك احنا ده اقل سعر تكلفه فعليا في السوق واكبر عدد لحوم متاح مقارنه بالتكلفه بتاعته. فكل صك اضحيه احنا بنساهم بيه او الساده المتبرعين بيساهموا معانا بيه بنجمعه، كل سبع صكوك بيكونوا عباره عن عجل، العجل ده بيصفي معانا 210 كيلو. فكل صك حضرتك بيدخل من خلاله 30 كيلو لحمه ل 30 بيت في كافه قرى ونجوع محافظات الجمهوريه ما شاء الله. كلها. فاحنا اطلقنا المبادره بتاعتنا وسعينا ولفنا كل محافظات الجمهوريه لحد ما خصصنا مزرعتين، مزرعه للعجول البقري ومزرعه للعجول الجاموسي. عشان تقولي بقى المزرعتين دول عشان ده برضو اكيد هيبقى فيها تفصيله مهمه اسالك فيها، بس استاذنك نشوف تقريرنا ونرجع. اتفضل حضرتك. واحنا النهارده في زياره للمزرعه عشان خاطر الاضحيه اللي احنا هنقدمها بفضل الله سبحانه وتعالى، وبنطمن على الحاجة اللي احنا بنقدمها للناس. فاحنا طبعا حبينا ان احنا ننفرد بالمدير التنفيذي سيادة المستشار الأستاذ عبد العزيز عشان نسأله عن شوية حاجات اكيد حضراتكم عايزين تعرفوها. حضرتك بقى ايه الهدايا والمفاجآت اللي مختلفة عن السنة اللي فاتت موجودة السنة دي؟ هو بص احنا كل موسم وكل حركه بنتحرك فيها الحمد لله بنبقى لازم نكون مميزين فيها عما قبلها. ايوه. فالسنه دي احنا سعينا ان احنا نوفر اكبر عدد ممكن من الكيلوات للساده المتبرعين وللساده المستفيدين. دلوقتي هل انا كمتبرع هل ينفع ان انا اقول الاضحيه بتاعتي عايزها في المحافظه الفلانيه؟ طبعا. هو احنا ليه قلنا 16 محافظه مش اكتر من كده؟ لان في محافظات بيبقى ليها ظروف استثنائيه خاصه غير ان هي فعليا مغطاه تمام، ما بيبقاش فيها مشاكل الاسر الاشد احتياجا تمام. ال 16 محافظه اللي احنا بنستهدفهم هم ال 16 محافظه الاشد احتياجا في الجمهوريه كلها. فحضرتك وانت بتكلمنا هتقول لي محافظه انا حابب التبرع بتاعي ده يتوزع في محافظه كذا تمام. وفي قريه كذا طيب يعني الحمد كمان لله. مش تقول لي في محافظه كذا بس، لا انت ممكن تخصصه كمان لقريه كذا. يعني كان بيبقى في توجيه من المتبرعين كمان طبعا. بما اننا في حمله الاضحيه ينفع بقى اخد جزء عقيقه وجزء اضحيه وجزء صدقه،
هل ينفع اجمع ده معاكم؟ بيتيح لي الموضوع ده معاكم في مؤسسه نبض الحياه؟ حضرتك دلوقتي مشترك معايا في مؤسسه نبض الحياه، ما بتعملش معاك على انت متبرع لمره واحده. تمام. حضرتك مساهم في مؤسسه نبض الحياه، اذا ليك سهم في مؤسسه نبض الحياه. تمام. مش هقتصر الفايده بتاعت حضرتك كمتبرع في الاضاحي بس، اي امكانيه تساعد بها المؤسسه الساده المتبرعين احنا جاهزين ليها، مفيش مشكله خالص. وفي الاول وفي الاخر المستهدف بتاعنا الاسر الاشد فقرا. حضرتك انا شايفك بقالك فتره كده بتلف على على كذا مزرعه وبتروح مزارع كتير جدا بتزور. طبعا. بناء على ايه بتختار العجل اللي هيتضحى بيه؟ يعني في حاجات بسيطه جدا بتفرق معانا احنا في اختيار نوعيه العجل. تمام. احنا ما بنختارش عجول مربوطه. تمام. اطلاقا. احنا بنختار العجول السايبه، بنشوف الاعلاف بتاعتها عباره عن ايه والصحيه. يعني ايه عجل مربوط؟ أيوة. العجل المربوط بيفرق عن العجل السايب في عدد الكلوات بتاعته وتصفيه اللحوم وجوده اللحم نفسه. احنا عايزين اللحوم دي لحوم اضاحي، زي ما المستفيد بياكل بياخد اللحمه دي زي ما حضرتك بتحب تاخد احسن حته لحم علشان تاكلها في بيتك. أيوة. ده مستهدفنا برضو للمستفيد. أيوة. المستفيد لازم ياخد احسن حته لحم ياكلها في بيته، وده موسم ما بتكررش في السنه غير مره واحده. صحيح. فاحنا بنستعين بالساده الخبراء اللي هم عندهم خبره كافيه في اختيار نوعيه العجول بالمواصفات الفنيه اللي تقول لنا دي افضل. أيوة. عجل ممكن تطلع منه قطع لحم. أيوة. وطبعا النظام الغذائي بتاعه اليومي. دايما بنعمل بث مباشر واحنا يوم الانجاز. طبعا هي طبعا ده اكيد لازم. وهي دي الفكره من المشاركه ما بين المؤسسه وما بين الساده المتبرعين. حلو. ان انا نوب عن حضرتك سواء في الذبح. أيوه. او في التوزيع، فانا بنوب عن حضرتك، واثناء الذبح لازم بيبقى فيه فيديو لايف على صفحه المؤسسه شغال، والساده العلماء والمسؤولين الاداريين بيمسكوا الورقه اللي مكتوب فيها اسامي الساده المتبرعين وبيوهبوا العجل عن فلان وفلان وفلان السبعه المتبرعين. وعلى فكره احنا عندنا كتير جدا، في بعض الساده المتبرعين بيقول لك انا هاخد السبع صكوك لوحدي في العجل. كتير. فبيبقى العجل ده مدبوح عن فلان باسم واحد واسرته، الاسم واحد. تمام. في سبعه في سته، ممكن نلاقي العجل الواحد فيه ثلاثه. يعني في لو العجل فيه سبعه بقول اسماء السبعه. وانا بذبحه. في وبنوب عنه. وبنوب عنه في النيه، وانا بنوي ان ده عن فلان وفلان وفلان. يعني مش لازم اجي انا، ممكن دلوقتي افتح الصفحه وانت بتذبحه بث مباشر وبتقول اسمي اللهم هذا عن فلان وفلان 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 وفلان. بعد اللي عرضناه لحضراتكم، وبعد انتقائنا لافضل المزارع وافضل انواع اللحوم من حيث عجل الاضحيه، منتظرين حضراتكم للتواصل على 15740. بتناقش مع الزلز طول التقرير في حاجات هما بيقولوها، حتى يعني اول مره اعرف ان العجل السايب غير المربوط، فبسأله برضه هو يقول لكم، عشان برضه ممكن في ناس ما تعرفش الموضوع ده. حضرتك بتقول ان السايب بيبقى لحومه افضل. بالظبط. مش بس لحومه افضل، هو بيوفر عدد لحوم اكتر. لان انا زي ما بقول لحضرتك احنا عندنا الاضحيه الواحده او العجل الواحد فيه سبع صكوك. أيوه. كل صك عباره عن 30 كيلو. تمام. فلو قلنا ال 30 في 7 ب 210 كيلو. فانا بين معادله لازم اكون في الاخر العجل ده يصفي لي ما لا يقل عن 210 كيلو. تمام. فبهتم فيه في جوده التربيه بمعايير ثابته، اللي من ضمنها ان هو لازم يكون سايب. لان طول ما العجل مربوط ما بيتحركش، فما بيتحركش فبيربي دهون كتير. فتصفيه اللحوم بتبقى اقل. وطبعا ده غير ان طعم اللحم نفسه ما بقاش طبعا. واكيد حاجه كويسه قوي انك تبقى اللحمه بتروح للناس اهالينا المستحقين، تبقى اللحوم مش كلها دهون. هو ده المستهدف. طبعا. المستهدف ان انا قطعه اللحم اللي حضرتك بتاكليها كمتبرع تبقى نفس قطعه اللحم اللي المستفيد بياكلها. طبعا اقدم له حاجه نظيفه. بالزبط. وحاجه تكون كويسه. بالزبط. وبقدم له حاجه تليق بكرامته. يعني بالزبط. مش تليق بكرامته وبنطبق يعني سنه سيدنا النبي عليه السلام. ولازم نطعم دايما الناس من الحاجه اللي احنا بناكلها. بالظبط. طالما انا مش هرضى اكلها ما اكلهاش. بالظبط. وطبعا دي كانت بتبقى مشكله ان الناس وقت ما تذبح تلاقي يعني كلها عفوا كلها دهون فعلا، وتلاقيها مش زي ما بيقولوا بالكلمه الدارجه مش راميه لحم كتير. احنا علشان كده المزارع بتاعتنا احنا وفرنا مزرعتين، المزرعتين دول ما استهدفناش معاهم ان احنا نشتري منهم اضاحي وقت العيد. احنا خصصنا المزرعه لمؤسسه نبض الحياه. كويس. واحنا اللي بنقوم برعايه الاضاحي من شهرين فاتوا لحد يوم الذبح.
كويس. ليه؟ علشان ما يبقاش هو بيعرفها اي علف او بيشربها ميه كتير على الفاضي علشان توزن. لا، احنا ملتزمين بالمعايير الفنيه بتاعتنا علشان نستخرج الاضاحي كما يجب ان تكون. والناس بقى يعني تشارك معاكوا ازاي؟ يعني دلوقتي حد عايز يتبرع بصكه او باكتر هل من دلوقتي متاح لحد يوم؟ احنا لحد يوم الوقفه شغالين، لحد يوم الوقفه التبرع شغال. التبرع شغال، واحنا شغالين 24 ساعه على مدار اليوم وشغالين 7 ايام، ما فيش اجازه خالص، لان احنا حابين نوصل لاكبر عدد ممكن من الاسر الاشد احتياجا والاشد فقرا على مستوى محافظات الجمهوريه. الفكره كلها احنا اطلقنا الحمله، عندنا صكوك الاضاحي عباره عن صك بقري وصك ياموسي، والتكلفه بتاعه الصكين دول ثابته 4500 جنيه، وعدد الكيلوات بتاعهم ثابت 30 كيلو زي ما قلت لحضرتك. وعندنا كمان صك الخروف، صك الخروف ده تكلفته 6000 جنيه، وبيبقى بنراعي برضو في المعايير الفنيه، وخصصنا برضو المزرعه بتاعتنا في قليوب، دي مزرعه مستقله خالص عن المزرعتين التانيين. تمام. بنسعى في كل وقت ان احنا نخاطب الساده المتبرعين، نقول لهم احنا فعلا عينيكم، يعني احنا بنشوف وبننزل بنبحث ونستكشف ونتحرى عن الأسر الأشد احتياجا، وده موسم فعليا حضرتك ما بيتكررش في السنة غير مرة واحدة. أسر كتير جدا بتنتظره، أسر كتير جدا بتبقى يوم العيد بالنسبة لها فرحته كله في كيلو اللحمة اللي بيدخله من الجمعيات أو من المؤسسات. فاحنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى عملنا البحث الميداني بتاعنا، عندنا جمعيات شريكة على كافة محافظات الجمهورية. الجمعيات الشريكة دي هي الشريك الميداني معانا في التوزيع، وهو اللي احنا بيقوم معانا بتوزيع الأضاحي، اللي احنا بنذبحش في مكان واحد، احنا بنذبح كنت بتقول لي كده، احنا بنشوف التقريبا بقول لك كنت تقولوا الاسامي دي كلها. أيوة بالظبط. يعني العجل احنا بناخده بنسافر بيه للقريه اللي هينذبح فيها. اهل القريه بيحضروا الذبح، يعني انا مثلا انا ومعايا كذا حد واخترنا مثلا قريه في الصعيد. بالظبط. فتروح طبعا انت بتتفق مع مجازر كتيره. فبالتالي بيتم ذبح ده هناك ويتم توزيعه. بالظبط. واحنا وقت الذبح بقى بيقف المسؤول الاداري او الشيخ اللي موجود، بيقف بيمسك الورقه وبيقول الدعاء وبيقول اللهم ان هذا عن فلان وفلان وفلان زي ما بان في التاريخ كده، وبنهب الاضحيه. الحاجه الثانيه، في بعض الساده المتبرعين بيقولوا انا حابب يبقى لي نصيب من الاضحيه بتاعتي، حابب اشارك معاكم بس يبقى لي نصيب، فاحنا بنخصص له الثلث من الاضحيه بتاعته ان حب. ولكن الافضل اللي انا دايما بخاطب بيه الساده المتبرعين والساده المساهمين معانا، الاضحيه فعلا ال 30 كيلو دول حضرتك لو اقتطعت منهم 10 كيلو ففي 10 اسر فعليا غير مقتدرين تماما، احنا قللناهم من المستهدف بتاعنا. تمام. لان لو انا بديله 210 كيلو يتوزعوا اللي هو صافي العجل، غير لما اقلل من ال 210 كيلو دول 70 كيلو اللي هم التلت الكل متبرع. ففي الاخر بتعمل معانا اعداد كبيره جدا. فبتعرض عليه قال لك موافق مش موافق، بياخد هو. وغالبيه الساده المتبرعين ربنا يكرمهم دايما بيحبوا يساهموا. على الارقام مثلا معينه. احنا الارقام اللي ظاهره مع الشاشه، واحنا عندنا الخط الساخن 15740. الخط الساخن شغال معانا على مدار اليوم وشغال معانا كل ايام الاسبوع، واحنا زي ما قلت لحضرتك لحد يوم الوقفه شغالين وموجودين، وهنبدا توزيعنا من فجر اول يوم العيد بعد صلاه العيد مباشره. هنبدا انطلاقتنا ان شاء الله في التوزيع، وده هنغطيه بشكل ان شاء الله يوصل لكل الساده المتبرعين ان شاء الله. طبعا يبقى التوزيع من اول يوم العيد لحد وكل ايام التشريق، وكل ايام التشريق باذن الله. بالزبط. وزي ما حضرتك وعندنا لحوم صدقات، احنا عندنا يوم السبت القادم ان شاء الله بعد بكره عندنا عجول بتندبح غير الأضاحي صدقات. في ناس كتير جدا بتساهم معانا في الصدقات. فعندنا يوم السبت القادم 4 عجول هتندبح، وان شاء الله قبل يوم الوقفه بيوم نحاول نتبع عدد كبير معانا ان شاء الله تاني. صدقات وفدو كده، يعني صدقات وفدو كل يعني اي حد عايز نيه في ذبح حاجه. نيه الفدو حضرتك اطعام الطعام ده سر عظيم وباب كبير، فاحنا برضو شغالين الحمد لله بفضل ربنا يوم السبت زي ما بقول لحضرتك، وان شاء الله يوم الوقفه هيبقى عندنا عدد كبير من اضاحي الصدقه من عجول الصدقات بنذبحها باذن الله. ربنا يبارك فيكم يا رب، وكل سنه وانت طيب يا رب، يتقبل من جميع، يا رب تقدروا توصلوا بالصك بكل صكوك لكل اهالينا في كل مصر. اللهم امين. ربنا يبارك فيكم وكل سنه وانت طيبين. اشكرك جدا. بشكر استاذ عبد العزيز رضا المدير التنفيذي لمؤسسه نبض الحياه، وبكره ان شاء الله عادتنا الساعه 10 صباحا، واترككم في رعايه الله وامنه، والقاكم باذن الله الاسبوع الجاي على خير.